يا هلو، جوتن ابند، واهلا بيك في شرح لمقطع فيديو جديد. هنا المقطع بيتكلم عن سمكه بتتكلم مع شخص، طبعا تخيل ماشي، بتقول له ان انا نسيت هو احنا كنا بنتكلم عن ايه. انا بعاني من جديشنس شفوند. جديشنس يعني الذاكره القصيره، الذاكره البعيده، الذاكره المتوسطه، وهكذا. الحاجات اللي انت بتفتكرها من زمان او من قريب دي اسمها الذاكره. جديشنس شفوند. شفوند جاي من فرشفندن او شفندن، يعني الطير، كل حاجه بتطير. يبقى هنا دي فقدان الذاكره او النسيان، جديشنس. لكن جديشنس لوحدها ذاكره. زيش ارينن ان، انا دلوقتي عايز اقول انا مش فاكرك. ايش ارينر مش عنديش، وعندي يجي بعديها اكوزاتيف. ايش ارينر مش جود ان ماين كيند هايت، انا فاكر طفولتي ماشي. يبقى دي معناته يفتكر. زيش لازم تيجي زيش ماشي. طيب لو انا عايز اقول بقى اذكرك، يعني اللي هي بالانجلش ريمايند، دي بتاخدها لوحدها من غير الريفلكسيف. اقول لك ايش ارينر ديش، انا هفكرك. اوكي طيب، ارينرونج ليها بقى معنيين. المعنى الاول اللي هو انك تفتكر حاجه، والمعنى الثاني اللي هو ذكرياتي. ذكرياتي اوكي. ايش هاب شون ارينرونجن ان دويتشلاند، ايش هاب جوت ارينرونجن ان كويت zum Beispiel. طيب بعد كده عندك ايه؟ لايدن، ولايدن ممكن يجي بعديها ان او انتر. لايدن يعني سفر فروم، يعاني من. لايدن ان انتر بتيجي حاجه معنويه، يعني حاجه انت بتعاني منها بس هي معنويه مش ماديه، مش ظرف ماديه في جسمك. اما اقول لك ايش لايدو انتر كالت، انا بعاني من البروده. ايش لايدو انتر هيتس، الايه الحراره. شلاف لوز اشكالات، الارق، انا بعاني من الارق. لكن عند بقى بيبقى مرض عضوي جاي فيك بعيدة عندك عن 70. بس هقول لك اشلايد عن ديابيتس، اوكي انا بعاني من السكري. اشلايد عن بلوت هوخدروك، الضغط الايه المرتفع. طيب هي بتقول له بقى، بيقول لها انت مش فاكره يا سمكه اللي احنا اتكلمنا عليه؟ تقول له نيشت بون، نيشت بون يعني جار نيشت، ايبهاوت نيشت، انا مش فاكره حاجه خالص. اعمل لايك وسبسكرايب واتفرج على الفيديو اكثر من مره، هحطه لك دلوقتي عشان تبدا تتعلم الكلمات دي وتستخدمها في حياتك. اكتب لي تعليق في التعليقات وتشوز. Oh nein, tut mir leid, ich leide unter Gedächtnisschwund. Dann weißt du nicht mehr, worüber wir gesprochen haben? Nicht die Bohne. Worüber haben wir denn gesprochen?